محكمة الاستئناف تؤكد عودة 24 مرشحا مشطوبا إلى سجلات المترشحين وتؤيد شطب 7 آخرين. المرشحون يواصلون حملاتهم الانتخابية والصمت الانتخابي يبدأ غدا استعدادا ليوم الاقتراع. الجمعية التأسيسية في مصر تصوت على مسودة الدستور رغم تواصل أزمة الإعلان الدستوري، ومرسي يعد بالتخلي عن سلطاته الاستثنائية. هيئة التنسيق الوطني السورية تبدي استعدادها للتفاوض مع الحكومة، ومعارضة الخارج تشقها الخلافات بشأن الحكومة الائتلافية. نشرة الأخبار من قناة الكويت الفضائية، أهلا بكم. تدخل الكويت غدا في الصمت الانتخابي استعدادا ليوم الاقتراع، واستغل المرشحون الساعات الأخيرة من الدعاية الانتخابية في دعوة الناخبين إلى المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الانتخابي. يأتي ذلك فيما شهدت أروقة قصر العدل هذا اليوم ساعات طوال تخللها أحكام من محكمة الاستئناف أعادت مرشحين إلى سباق المنافسة على الكراسي البرلمانية وشطبت 7 منهم، إلا أن 2 من هؤلاء 7 وهما خلف الدميثير وخالد شليمي عادا وقدما إشكالا مستعجلا بتنفيذ حكم المحكمة هذا، لتعود المحكمة الإدارية لتقبل إشكالهما وتعيدهما مرة أخرى لسباق المنافسة في الانتخابات التي تشهدها البلاد يوم السبت القادم. وسط ترقب لقضية المرشحين المشطوبين بعد الاستئناف المقدم من إدارة الفتوى والتشريع، حددت محكمة الاستئناف اليوم جلسة 12 من فبراير المقبل للنظر في قضايا 25 مرشحا مستأنفا ضدهم من إدارة الفتوى والتشريع، إلا أنها سمحت لهم بخوض الانتخابات البرلمانية في الأول من ديسمبر المقبل، في حين قررت شطب 7 مرشحين آخرين بينهم خلف دميثير وخالد الشليمي اللذان قدما إشكالا للمحكمة لوقف تنفيذ حكم شطبهما من كشوف المرشحين. ونظرت الاستئناف في 32 قضية، منها 27 مستأنفة من إدارة الفتوى والتشريع، كما رفضت 5 استئنافات وأيدت استئنافين آخرين ضد مرشحين مستبعدين أعادتهما محكمة أول درجة، وبذلك تم استبعادهما. وحول القضايا الخمس المستأنفة من المرشحين الذين حكمت محكمة أول درجة بتأييد قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات باستبعادهم، فقد حكمت المحكمة برفض الاستئناف وأيدت قرار اللجنة القاضي باستبعادهم من الانتخابات. 25 مرشحا سمحت لهم محكمة الاستئناف بخوض الانتخابات من أصل 37 مستبعدين من اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، اتجه 32 منهم للقضاء للتظلم على القرار. أكد مرشح التحالف الإسلامي الوطني في الدائرة الانتخابية ثاني عضو مجلس الأمة الأسبق أحمد لاري أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية من غير استقرار سياسي. لاري وخلال ندوته الانتخابية يوم أمس شدد على ضرورة أن تبتعد التشكيلة الحكومية القادمة عن مبدأ المحاصصة السياسية، وأن تسرع في تقديم برنامجها فور تشكيلها ليتم نقل الكويت لمرحلة جديدة تعيد الثقة والبسمة للكويتيين. أقام مرشح التحالف الإسلامي الوطني بالدائرة الثانية أحمد لاري الندوة الأخيرة لحملته الانتخابية وسط حضور أهالي الدائرة وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، وأكد لاري أنه يضع قضية الاستقرار السياسي على رأس أولوياته التي يحملها برنامجه الانتخابي الحالي، وأضاف أن من أولوياته قضايا التعليم والصحة والإسكان والتوظيف والبدون وحقوق المرأة الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والإسراع بوضع الأولويات خلال شهر من افتتاح المجلس. بدون الاستقرار لا يمكن أن يكون هناك إنجاز لا مستوى على المجلس ولا على مستوى الحكومة، ولا راح يكون هناك تنمية طالما في هناك نوع من الاستقرار النسبي السياسي. تطبيق المادة 50 من الدستور هو الأصل، هو التعاون ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وعن السلطة التنفيذية أشار لاري إلى ضرورة أن تبتعد التشكيلة القادمة عن مبدأ المحاصصة السياسية، وأن تتجه إلى الكفاءات ورجال الدولة بعيدا عن الضغوط، وأن تسرع الحكومة في تقديم برنامجها فور تشكيلها ليتم نقل الكويت لمرحلة جديدة تعيد الثقة والبسمة للكويتيين والإطمئنان لنفوسهم وتزرع الأمل من جديد في قلوب الشباب. يجب على الحكومة، أنا قلت يجب أن يكون الحكومة الآن تعد برنامجها، لأن الحكومة يجب فور تشكيلها تعرض برنامجها على المجلس.
فهذه هي طبعا دور تنفيذي على الحكومه، والمجلس يحط اراءه ولمساته على هذا الموضوع، يجب ان تكون ضمن ايضا رؤيه وخطه قابله للقياس. اللي بعد سنه يقول انجزنا هكذا من الخطه هذه، المطالح علينا هكذا، الاسكان علينا هكذا، غيره، لاتساع يكون هذا الامر احنا نحس حق الناس انه والله فعلا قاعد الحكومه قاعد تنجز، احنا قاعد ننجز، الناس تقدر تقيس والناس تقدر تشوف، والكل يكون حضور الشفافيه يشوف الموضوع. من جهته أكد مرشح الدائرة الرابعة عن التحالف الإسلامي الوطني مبارك صالح النجادة خلال ندوته مساء أمس على أهمية تحقيق مجلس الأمة القادم مصالح الكويتيين والعمل على الإنجاز والتنمية، وإلا فسيركنه الشعب كما ركن غيره. أقام مرشح التحالف الإسلامي الوطني بالدائرة الرابعة الإعلامي مبارك صالح النجادة ندوته الانتخابية مساء الأمس، وتناول العديد من القضايا والموضوعات أهمها تعريف الإصلاح والفساد قبل البدء بالعمل. كل فوضى سياسية هناك مداخل لإصلاحها. أول مدخل برأيي الشخصي يجب أن نفهم ماهية الإصلاح وماهية الفساد الحقيقي. هناك قضايا رفعت تحت مسمى محاربة الفساد، وهناك قضايا رفعت تحت مسمى أنها هي القضايا الإصلاحية، ولكن مع الأسف عندما توضع تحت المجهر وتحلل يرى أنها هي الفساد بعينه وهي اللا إصلاح بعينه. يجب أن نبحث عما يجلب الاستقرار وعما يجعل هذا البلد مزدهرا على كل مستوى، على كل صعيد، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على جميع المستويات. وأكد النجادة أنه يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية للتطوير والإنجاز، وأن تكون هناك أيضا أداة مفعلة للمراقبة والحساب، وأن على المجلس القادم تحقيق طموحات الشعب الكويتي، وإلا سيركنه الشعب كما ركن غيره. يجب أن يكون هناك إرادة وأن يكون هناك أداة. رقم واحد، تكون هناك إرادة حقيقية لتطوير البلد، وليس إرادة لتأمين سلطتي ولتأمين طموحي الشخصي ولتأمين تحقيق مكاسبي الشخصية. فبالتالي المجلس القادم مطلوب منه أن يحقق طموحات الشعب الكويتي، وإلا سيركنه الشعب الكويتي كما ركن غيره. قال وزير الأشغال العامة الدكتور فاضل صفر إن الحلول للأزمة المرورية قادمة، تم تنفيذ بعضها ويجري حاليا العمل على تنفيذ بعضها الآخر. وخلال جولة ميدانية قام بها اليوم على عدد من مشاريع الطرق، أكد صفر أن الحل الأمثل للقضية المرورية هو إقرار قانون إنشاء هيئة النقل، لأن الحكومة وضعت استراتيجية مرورية متكاملة وهي جاهزة، لكنها فقط تحتاج إلى من يتولاها ويكون مسؤولا عنها لتطبيقها. في عندنا عقود متوسطة الأجل قاعد نقوم فيها جسور وتقاطعات عديدة على بعض الطرق، كما عملنا على السادس مع منطقة مدينة سعد العبد الله والقيروان وما شابه ذلك والصباحية والمنقف. هناك مشاريع ضخمة المرحلة الرابعة اللي هي مثل هذا المشروع ومشروع الطريق الجهرة والطرق السريعة، هذا الحل الرابع. الحل الثالث، الحل الرابع وهو الأهم، اللي هو الانتقال إلى النقل الجماعي. لابد أن يتم الانتقال إلى هذه المرحلة، وهناك استعدادات لها عن طريق المترو والنقل الجماعي. ثانيا، بناء مدن جديدة لاستيعاب الزيادات والكثافات السكانية. ثالثا، تطبيق الاستراتيجية المرورية اللي أقر من مجلس الوزراء. الاستراتيجية جدا مهمة، وإنشاء الهيئة العامة للنقل والطرق اللي موجود مشروع القانون موجود في مجلس الأمة ينبغي إقراره بأسرع وقت في المجلس القادم إن شاء الله، ويتم إقراره وبالتالي يهتم في تطبيق هذه الحلول، خاصة حلول المرحلة الرابعة. نشاطنا مستمر وفيها تتابعون. الغرب منقسم حول عضوية فلسطين. إذن رغم الرفض السياسي والشعبي للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الأسبوع الماضي، فضلا عن استمرار الاعتصامات والاحتجاجات بميدان التحرير، أعلن المستشار حسام الغرياني
رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد أن المذكرة الإيضاحية للدستور الجديد ستكون جاهزة للاستفتاء خلال فترة قصيرة. في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، بدأت الجمعية التأسيسية للدستور جلسة تصويت علنية على مواد مسودته 234 قبل إقراره وتسليمه للرئيس مرسي، الذي أكد أن الإعلان الدستوري سينتهي العمل به بمجرد إقرار الدستور وسط توقعات بالدعوة لاستفتاء شعبي. وكان ممثلو التيارات الليبرالية واليسارية وممثلو الكنائس المصرية الرئيسية انسحبوا من الجمعية متهمين الإخوان والسلف بالهيمنة عليها. وفي مستهل جلسة تصويت أعلن رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني عن اعتبار الأعضاء المنسحبين وعددهم 26 عضوا مستقلين، ودعي 11 عضوا احتياطيا لشغل مواقعهم للتصويت الذي نال الموافقة، ليبلغ عدد الأعضاء الحاضرين 85 عضوا من أصل 100 تشكلت منهم التأسيسية في بدايتها. ومن المقرر أن تنتهي الجمعية من إقرار كامل الفقرات اليوم وتسليم النص إلى الرئيس مرسي ليتولى المصادقة عليه، بينما يواصل معارضوه رفضهم للإعلان معتبرين أن محاولة الجمعية التأسيسية إتمام الدستور قد تزيد الأمور سوءا. لا نرتفع إلى هذا السقف وهو سحب المشروعية من مرسي أو إسقاطه. احنا مصرين ان مطلبنا محدد اسقاط الاعلان الدستوري، وان الرئيس اذا سحب هذا الاعلان هو يحتفظ بشرعيته ونعامله حتى هذه اللحظة كرئيس له مشروعية. اخطأ خطأ فادح باصدار اعلانه، نحن نريد ان يعود عن خطأه ويفتح الباب اذن للبحث في افق للمستقبل يوحد المصر. إلى ذلك قررت محكمة القضاء الإداري المصري النظر في الدعاوي المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي. وكان نائب رئيس مجلس الدولة عبد المجيد المقنن أعلن الاثنين الماضي أن محكمة القضاء الإداري حددت 4 ديسمبر المقبل موعدا للنظر في دعاوى وقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري. وفي سياق متصل اعتبر الرئيس المصري في حوار مع مجلة تايم الأمريكية بأنه سيتخلى عن سلطاته الاستثنائية حالما يتم إقرار دستور جديد لمصر. وينتظر أن يلقي مرسي اليوم خطابا يتناول فيه عدة مسائل من بينها الإعلان الدستوري. وكان ألوف القضاة المصريين قد رفضوا الإعلان الدستوري وبدأوا إضرابا واسعا عن العمل لحين سحبه. وفي بغداد أعلنت مصادر طبية عن استشهاد وإصابة العشرات خلال سلسلة تفجيرات هزت مناطق مختلفة من العراق منها الحلة وكربلاء والفلوجة والموصل. يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر أمنية إن من بين الشهداء عناصر تابعة للجيش العراقي في مدينة الأنبار فضلا عن استشهاد شرطي بالموصل. استمرارا للعمليات الإرهابية التي تضرب العراق بين وقت وآخر، استشهد أكثر من 48 شخصا بينهم أفراد من الجيش والشرطة في سلسلة تفجيرات خلفت مئات الجرحى بعدة مناطق من العراق. فقد أودت التفجيرات في مدينة الحلة بحياة 35 شهيدا على الأقل وجرحت 120 آخرون. كلهم مدنيين ما مستهدفين ولا محافظ ولا مسؤول، مستهدفين الفقرة وناس كسبة. وين الأمين؟ وفي كربلاء كانت حصيلة الشهداء 5 أشخاص وجرح 24 بشارع ميثم الطمار عندما انفجرت سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري. أجهزة الشرطة أغلقت كل الطرق المؤدية إلى الحي القديم في كربلاء وشرعت في البحث عن سيارة مفخخة ثانية. سيارة مفخخة طقت هنا 4 إلى 5 شهيد و23 من 20 جريح والعدد يزود هسه. كما شهدت العاصمة بغداد تفجيرين وقع الأول بسيارة مفخخة قرب مجمع سكني ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 11 آخرين، فيما وقع الثاني بعبوة في منطقة التاجي خلفت شهيدا واحدا وجرح 6 آخرين. مدينة الأنبار لم تسلم من التفجيرات بعد أن استهدف انتحاري نقطة تفتيش تابعة للجيش بوسط الفلوجة فاستشهد على إثرها 3 من عناصر الجيش وجرح 9 آخرون. وعلى صعيد الانفجارات أيضا قالت الشرطة إن عبوة ناسفة انفجرت قرب نقطة تفتيش في مدينة الموصل ما أسفر عن استشهاد 2 أحدهما شرطي والآخر مدني. تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة للتصويت على طلب الفلسطيني للاعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة،
والاعتراف بفلسطين كدولة مراقب يجعل صفتها كدولة واقعا قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا في الأمم المتحدة، ويمهد الطريق للتقدم بطلب آخر باعتبارها دولة عضو، ما يقوي موقفها خلال مفاوضات السلام مع الكيان الإسرائيلي لإعلان فلسطين دولة مستقلة. من المتوقع أن ينال المطلب الفلسطيني برفع وضع السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو الموافقة بسهولة في الجمعية العامة، رغم تهديدات الولايات المتحدة بمعاقبة السلطة الفلسطينية بحجب أموال تحتاجها بشدة الحكومة التي تدير الضفة الغربية. ويقود الرئيس الفلسطيني محمود عباس حملة لحج الدعم للقرار الذي من المتوقع أن يحصل على تأييد قوي من جانب العالم النامي الذي يمثل أغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن شبه المؤكد أن يضمن القرار الفلسطيني أكثر من المطلوب لإقراره، حيث يأمل الفلسطينيون في الحصول على تأييد أكثر من 130 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية. من جهتها أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن عدم تأييدها للخطوة، مؤكدة أنها جاءت منفردة دون الحصول على توافق فلسطيني. يعني أنا أعتقد بأن هذه الخطوة خطوة مجتزئة وخطوة منفردة، وهي لم تكن بتوافق فلسطيني، وبالتالي نعتقد بأن المطلوب هو التوافق على استراتيجية وطنية موحدة. بينما رأت حركة الجهاد الإسلامية أن هذه الخطوة لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني الذي يطمح في أكثر من ذلك. لكننا نحن في حركة الجهاد الإسلامي لا نبني أحلاما ولا نراهن على مثل هذا الموقف، لأن أحلامنا أكبر بكثير. وتعتزم إسرائيل وأعضاء آخرون في الأمم المتحدة التصويت ضد قرار يرونه رمزيا بدرجة كبيرة وخطوة غير إيجابية من جانب الفلسطينيين، بينما تعتزم العديد من الدول ومنها دول أوروبية تأييد القرار. ورغم معارضتها الشديدة فإن إسرائيل تبدو قلقة من أن تجد نفسها معزولة دبلوماسيا، وخففت في الآونة الأخيرة لهجة تهديداتها في مواجهة دعم دولي واسع للمبادرة لا سيما بين الحلفاء الأوروبيين. وقررت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في تصريحات للصحفيين في واشنطن أمس أن الولايات المتحدة ترى أن الخطوة الفلسطينية جانبها الصواب، وأن الجهود يجب أن ترتكز على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. قال مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن جمال بن عمر إن اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل انتهت من أداء المهمة التي كلفت بها، وذلك تمهيدا لتقديم تقرير إلى الرئيس عبد رب منصور هادي للإعلان عن موعد لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني. في محاولة لتسريع المرحلة الانتقالية في البلاد، اتفقت الأحزاب السياسية في اليمن على عدد المشاركين الذين سيرسلهم كل حزب إلى مؤتمر الحوار الوطني، وذلك تنفيذا لاتفاق نقل السلطة الذي تم توقيعه العام الماضي. الاتفاق الذي أعلنه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر يشير إلى أن المؤتمر الوطني سيعقد قريبا لمناقشة التعديلات الدستورية التي ستمهد الطريق أمام انتخابات برلمانية ورئاسية في عام 2014. أريد أن أؤكد أن الأرقام من توزيع الحصص ليس نهائي، لأن ستتم الاتفاق على آلية لتمثيلية الشباب، سيتم الاتفاق على آلية لتمثيل النساء، تمثيلية المجتمع المدني، الحراك الجنوبي. الأحزاب لها حصص من خلال آليات داخلية ستحدد المشاركين. لا يوجد في إطار الضوابط التي تم الاتفاق عليها الآن أي طرف يتمتع بأي نوع من التحكم بالمؤتمر الحوار الوطني أو السيطرة عليه، ولذلك فإن اعتماد أي قرار في المؤتمر سوف يتطلب بالضرورة توافق، تفاوض، وتقديم تنازلات من الأطراف المتحاورة. المبعوث الأممي أشار أيضا إلى ضرورة إتاحة الفرصة أمام الشباب والنساء من خلال نسب محددة أثناء المشاركة التي تتقدم بها الأحزاب والهيئات السياسية، إضافة إلى تمثيل أبناء الجنوب بما لا يقل عن 50% من بين المشاركين في المؤتمر. يشار إلى أن المجتمع الدولي يسعى إلى استقرار اليمن بعد مرحلة علي عبد الله صالح التي دامت لأكثر من 30 عاما، خوفا من انتشار تنظيم القاعدة الذي سيطر على عدد من المدن خلال الانفلات الأمني عقب سقوط النظام السابق، فضلا عن قربه من الممرات البحرية الهامة.
نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل. إشادة فلسطينية بالدور الإيراني. من جديد أهلا بكم إلى سوريا، حيث ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن الجماعات السورية المسلحة قد استخدمت أطفالا في القتال ضد القوات النظامية. من جهة أخرى، قال وزير الإعلام السوري أن الإرهابيين هم من يقفون وراء انقطاع الإنترنت في البلاد وليست الدولة. ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن المجموعات السورية المسلحة استخدمت أطفالا في القتال، وتحدثت المنظمة إلى أطفال قالوا أنهم عملوا مع المسلحين في محافظتي درعا وحمص. وتنص المواثيق الأممية وقوانين الجنائية الدولية على أن تجنيد الأطفال دون 15 أو استخدامهم للمشاركة في عمليات قتالية يعد جريمة حرب. سياسيا، يطرح مسار المعارضة السورية في الداخل والخارج عديد التساؤلات حول خيارة كلا الطرفين في المرحلة القادمة بين الداعين للمفاوضات مع الحكومة السورية وبين الائتلاف الماضي قدما في خياره الداعي لإسقاط النظام. في غضون ذلك، أعلن عارف دليلة نائب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية من موسكو أن المعارضة الداخلية مستعدة لإجراء مفاوضات مع الحكومة السورية حول التغيير السياسي، وينتظر أن يلتقي وفد هيئة التنسيق الوطنية بسيرغي لافاروف وزير الخارجية الروسي. حسن عبد العظيم المنسق العام للهيئة أعلن من جانبه أن الهيئة تريد تغييرا سلميا، وأضاف أنها تؤيد الجهود الدولية بحثا عن مخرج من الأزمة وسعيا إلى وقف إراقة الدماء وإطلاق العملية السلمية، لافتا إلى أنه يعارض التدخل الخارجي. وشدد عبد العظيم على أن المعارضة معنية بنجاح مهمة المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي وتنفيذ بيان جنيف. من جهة أخرى، يواصل ائتلاف المعارضة السورية في الخارج عقد أول اجتماع له لبحث تشكيل حكومة انتقالية. اللقاء شهد خلافات حادة بين أطراف الائتلاف في الوقت الذي يمثل فيه تشكيل حكومة انتقالية أمرا حاسما لتحصل المعارضة على دعم عربي وغربي. ويأتي اجتماع الائتلاف في القاهرة قبل مؤتمر لأصدقاء سوريا الذي تعهد بتقديم دعم له، رغم القلق المتزايد من تصاعد نفوذ الإخوان المسلمين في صفوف المعارضة وتفجر الخلافات حول اللوائح الداخلية للائتلاف. ويواجه الائتلاف اختبارا صعبا في ظل فشله في الاتفاق على فترة انتقالية لا تتطلب تنحي الرئيس الأسد. أوقف محتجون ليبيون عمل مصفاة النفط في الزاوية غرب ليبيا، والتي تعد المصفاة الرئيسية للنفط في ليبيا وتؤمن حوالي 70% من المحروقات في البلاد. وطلب المتظاهرون بالحصول على تعويضات وعلاج طبي. في خطوة شكلت تحديا كبيرا للحكومة الجديدة في ليبيا التي تعتمد على النفط في توفير النصيب الأكبر من إيراداتها، نظم متظاهرون احتجاجا أمام مصفاة النفط الرئيسية غرب ليبيا وأوقفوا عملياتها للمرة الثانية هذا الشهر، ما يثير المخاوف من نقص البنزين في البلاد. ومن بين المحتجين أعداد كبيرة من المقاتلين الذين شاركوا في الأطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي العام الماضي، حيث تجمعوا خارج المصفاة التي تديرها شركة الزاوية لتكرير النفط مطالبين بالحصول على تعويضات وعلاج. وأوضح مسؤول بالشركة أن المصفاة في حالة توقف تام، وأن المتظاهرين منعوا الموظفين من الدخول، كما أن شاحنات نقل الوقود لم تستطع مغادرة المصفاة، فيما قال مسؤول أمني في شرطة الزاوية إن المحتجين أقاموا نقاط تفتيش لوقف السيارات القادمة. وبدوره أكد وكيل وزارة النفط والغاز أن إغلاق المصفاة قد يؤدي إلى نقص جديد في البنزين، وأن الوقود المخزون في طرابلس يكفي لمدة 25 يوما، لكن المشكلة تتمثل في أن المحتجين لا يسمحون للشاحنات بالدخول إلى مناطق تخزين الوقود بالمصفاة ولا بالخروج منها، الأمر الذي قد يسبب نقصا. وتبلغ طاقة مصفاة الزاوية 120 ألف برميل يوميا، وتوفر 40% من حاجات غرب ليبيا من الوقود. وما زالت الحكومة تكافح لفرض النظام في بلد مترام الأطراف ومنقسم تنتشر فيه الأسلحة والميليشيات المسلحة بعد سقوط القذافي. وكان احتجاج مماثل في أوائل نوفمبر قد تسبب في غلق المصفاة لمدة يومين، ما أدى إلى نقص الوقود في العاصمة طرابلس. أشادت القوى والفصائل الفلسطينية بالدعم الكبير الذي قدمته جمهورية إسلام إيران الإسلامية للمقاومة الفلسطينية، والذي كان له عظيم الأثر في تحقيق الانتصار على الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه الأخير على غزة قبل أيام.
الإشادات الفلسطينية بالدور الإيراني ركز الكثير منها على الدعم التكنولوجي الذي قدمته الجمهورية الإسلامية للمقاومة، والذي ساهم بتعديل ميزان الردع بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الصهيوني. انتصار الثورة الإسلامية في إيران كان دعما للشعوب المضطهدة في المنطقة الإسلامية بدءا من لبنان وصولا إلى فلسطين، فالدعم الإيراني لمقاومة الاحتلال لم ينقطع أبدا، وما زالت القدس هي الشاغل الأكبر للثورة الإسلامية. حينما قامت الثورة الإيرانية وتخلصت من شاه إيران، كان شاه إيران عدو ليس للشعب الإيراني فحسب، أيضا للشعب الفلسطيني، ولذلك قامت بقطع كل علاقات لها مع هذا العدو الصهيوني، وسلمت السفارة الصهيونية إلى فلسطين وأصبحت تسمى سفارة فلسطين، وقطعت كل علاقاتها العسكرية والاقتصادية والسياحية والدبلوماسية والثقافية مع هذا العدو الصهيوني المجرم، وقاطعته على جميع المستويات. بعد ذلك تطورت العلاقات مع الثورة الإيرانية وقدمت كل دعم وتسليح وتدريب إلى الشعب الفلسطيني، وأمدت الشعب الفلسطيني والمنظمات الفلسطينية خاصة حماس والجهاد الإسلامي بالسلاح وبالمال وبالتدريب وبالدفاع عن القضية الفلسطينية على مستوى العالم. الفصائل الفلسطينية في غزة أشادت بالدعم الإيراني للمقاومة، وخاصة الدعم العسكري الذي تجسد أخيرا بانتصارها ومكنها من تحقيق معادلة التوازن في الرد على هجمات الاحتلال. من اليوم الأول حتى قبل الحرب ودائما كنا نقول شكرا لكل من يمد يد المساعدة للمقاومة ولشعبنا الفلسطيني، وكنا نخص دائما إيران لأنها حقيقة والصدق يقال أن إيران منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران، وإيران ماضية في دعم القضية الفلسطينية وفي دعم المقاومة الفلسطينية. أحيي كل من دعم المقاومة سواء على صعيد إيران أم صعيد الدول العربية التي دعمت بالسلاح أو بالمال، ونحن نعتبر أن الدور الإسلامي مطلوب سواء على صعيد إيران صعيد الدول العربية أن يتواصل لدعم المقاومة، وهذا دور مشرف نحن نقدره. فجر جديد صنعته صواريخ فجر 5 الإيرانية التي طالت تل أبيب، بالإضافة إلى الصواريخ الأخرى التي دبت الرعب في قلوب المحتلين أينما كانوا، ما هي إلا نتاج دعم وتكنولوجيا إيرانية كانت عماد المعركة في غزة. كان لإيران الفضل الكبير في دعم فصائل المقاومة في قطاع غزة، فكانت هي التي تدعم المقاومة ماديا ومعنويا، وكانت هي التي تدعم المقاومة بصواريخ الفجر 5 وتدريب بعض عناصر المقاومة على كيفية تصنيع الصواريخ بعيدة المدى، وكان من أبرزها صاروخ كتاب القسام الذي أنجزته وسمته بقسام M75 الذي دكت به تل أبيب ودكت به قدس المحتلة. شكرا إيران، لافتات ملأت شوارع قطاع غزة للتعبير عن التقدير والامتنان لهذه الدولة والتي لولا جهودها لدعم المقاومة لما وصلت صواريخهم إلى وسط تل أبيب. غدا خالد لقناة الكوت غزة. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها من أنباء. محكمة الاستئناف تؤكد عودة 24 مرشحا مشحوبا إلى سجلات المترشحين وتؤيد شطب 7 آخرين. المرشحون يواصلون حملاتهم الانتخابية والصمت الانتخابي يبدأ غدا استعدادا ليوم الاقتراع. الجمعية التأسيسية في مصر تصوت على مسودة الدستور رغم تواصل أزمة الإعلان الدستوري، ومرسي يعد بالتخلي عن سلطاته الاستثنائية. هيئة التنسيق الوطني السورية تبدي استعدادها للتفاوض مع الحكومة، ومعارضة الخارج تشقها الخلافات بشأن الحكومة الائتلافية. للمزيد من الأخبار تابعوا كوت نيوز على تويتر، وللتواصل معنا يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني وعبر الفيسبوك. أطيب المنى وإلى اللقاء.